وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور خالد أحمد حسن، وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة البحرية في وزارة شؤون البلديات والزراعة. مرحبا بك دكتور في نشرة الثالثة. إذا ما أهمية هذا المهرجان في دعم السوق المحلي؟ أولا مرحبا فيكم. ما في شك طبعا أن هذا المهرجان لقى نجاح باهر، وكان هناك إقبال كثير من المواطنين والمقيمين أيضا من دول الخليج، أيضا كانوا موجودين حاضرين هذا المهرجان. هذه باكورة المهرجانات الأولى اللي كانت بالنسبة للموسم الصيفي والمحاصيل الصيفية. ما في شك أن توجيهات مهندس وائل مبارك بأن يكون هناك منافذ ومنصات تسويق للمزارع البحريني، وبديناها مع سوق المزارعين وايضا مع المحصول الصيفي اللي هو اللوز البحرين، اللي هو مهرجان اللوز اللي هو ايضا من المحاصيل اللي مربوطه في ارض مملكه البحرين وتعتبر من موروث البحرين. فبالتالي حرصنا ان يكون السنه ندخل بالصيف هذا بمهرجان اللوز البحريني، اللي يعني لاحظتوا انتم من خلال الاخبار ومتابعاتكم انه نفذت الكميه في اول ساعتين. وحرصنا ان ايضا ان نطلب من المزارعين ان يزودون المنصات بكميات، ان لما كان الكلام الاقبال كثير عليها ومقبال كبير على هذا الموضوع. نعم دكتور خالد، وما هي الخطط المستقبليه يعني على المدى القريب لدعم منتجات اخرى؟ ما في شك ان نهج وزاره البلديات والزراعه والثروه البحريه في دعم المزارع بشكل خاص، ومن خلال مثل ما ذكرت لك فتح منصه التسويق. اكيد بيكون هناك عندنا خطط مستقبليه في دعم فتح اسواق ايضا لاصناف اخرى بالتعاون مع المبادره. نعم الدكتور خالد أحمد حسن، وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة البحرية في وزارة شؤون البلدية والزراعة، شكرا جزيلا لك.